اقول يما نوفو شو رايك هذا ولا هذا؟ لا لا ما عندي اكونت احلى صدق مو شيء يعني زين راويني كان حلو انت تبين شنو يعني الوان تحين راويني ما تشغليني بعرف الديزاين السلام عليكم وعليكم السلام هلا امي حبيبي الحمد لله بخير شايب معك ماكو قلت ايش اي بشويه ماتش حق البيت ولا احنا في غرب السياره ما نزلتها نزلها بعد شوي بعد عمري والله لا خلا ولا عدم ان شاء الله ايش حق تعب نفسك وليش ما يتعب نفسه ان شاء الله والحين صار ولد عز مصيبه بسم الله على وليدي مصيبه تصيب العدو ان شاء الله بعدين العز هذا حبيبتي كهوه معايشنا منه قل اعوذ برب الفلق منك من عيونك الحاره الا قولي لي سيارتك وينها وسابة السيارة اللي برا سيارتي اندعمت من واحد عنده معرض سيائر تخيل وعطاني سيارة على مصلح سيارتي بل 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 انت حتى هم يدعمونك كم محظوظة وقور ما عليك منها يما تعشيت عندي ريش مال الغداء الله الله علي ريش مفاد عاد ميت من اليوم حد يعان بس يا بعد عمري فعليك زين يما هذا ايش مهنتها ايش ما تقوم تسخن الاكل نعم نعم ليش ولد الملكة إليزابيث وأنا ما أدري آخر زمن أخدمك حلو دام كذي مزاجك اليوم وصايرة نحيسة عيل ماني قايل لك الخبر الله وأخبارك تكفى أقول لي حلو اللي كنت بقوله لك أن أخو زوجتي فيصل خطبة الأسبوع الجاي إنزين وأنا شكو أنت لو تعرفين منو خاطب كان ما قلتي لي أنا شكو ومنو خاطب إن شاء الله ريم أي ريم؟ ريم رفيشتي اسمها غيرها اللي معاش بالجامعة ريم 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 رفيشتي؟ إيه ريم 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 رفيشتك أنت متأكد؟ متأكد ريم بتاخذ فيصل سندي إيه بتاخذ فيصل سندي شيش مصدقة مصيبة هالبنت ما تطيح إلا وهي واقفة أنت كلها حاسدة الناس؟ وأنت شكو؟ Thank you.
زين قولي لي الحين انتي بتروحين ولا شنو؟ زين كملي السالفة. ابي الحين هما تزوجوا زواج شنو؟ حب ولا شنو؟ ايه يعني ام الولد راحت؟ زين يعني ما بينهم حب للحين. زين كم عمره؟ يلا الله يهنيهم إن شاء الله. يلا كلمت شوي كلمت شوي. باي. مد حظي مالت علي. طيب. إلا أقذك. الحين دوري أعلمك. شفت هذا؟ هذا مشروعي الصغير اللي ببلش فيه بالكويت. تمام. يعني انا هذا قاب ثقلي كله على هالمشروع. ان شاء الله ينجح. ان شاء الله. اذا نجح بالكويت بفتر فيه وطن العربي. انا انسان قوي ما ابي دول خليج، بفتر فيه وطن العربي كله مره واحده. وللامانه بعد نبي شويه دعم بيني وبينك. يعني فولورزاتنا مع بعض نحطهم. نقدر ليش لا؟ اي نبي نساعد بعض شوي والربع ما يقصرون معنا. وري لا ان شاء الله نقدر لا ان شاء الله ماكو شيء زين دقيقه ابو جويس خذ راحتك الو الو ايش تبين دق علي؟ خلصيني ترى مو فاضي لك ايش تبين؟ وهاي انت دائما كذي شايف نفسك على شنو؟ المهم اسمع اليوم خطوبة ريم وانا بروح يعني فاذا انت فاضي ايش رايك تمرني وروح مع بعض؟ سلة شنو؟ ريم ريم انخطبت؟ ايه ريم انخطبت. زين من اللي خطبها؟ صباح الخير صباح النور
حبيبتي مبروك. بارك حياتك. شلون خطوبة إن شاء الله مستانسة؟ الحمد لله كل شيء بخير. حبيبتي الله يتمم إن شاء الله خير. بعد يا عمري تسلمين. صباح الخير. صباح الورد. حبيبتي ألف مبروك. ان شاء الله مستانسه بالخطوبه. الحمد لله كل شيء تمام. ما حددت متى العرس؟ لا والله للحين، بس ان شاء الله قريب. ان شاء الله حبيبتي، الله يسعدك وياك. حبيبتي تسلمين، فالج. حبيبتي مبروك. يبارك حياتك. حياتي تستنين كل خير. بعد عمري حبيبتي. حبيبتي ان شاء الله. ابي اشوفك ورا الدوام اليوم بشقتنا، ما ابي اعذار، لازم اشوفك. وانا بعد ودي اشوفك ولهت عليك، مو قاعده اكابر ولا اطلع اعذار. وانا بعد احبك وبظل طول عمري احبك. وانا بعد احبك وبظل طول العمر احبك. يا هاله. هاله. هلا خالتي. يا يما وينك في؟ واي واي. هذا خالتي. أمي شفيش تأخرت يا الله يهداك. كنت دام إبراهيم ما شاء الله عليه مو راضي ينام، تعبني وايد وما. والله العظيم يزينك، والله العظيم ياهل ترى هذا ما يعرف، ما يعرف ليل ولا نهار ولا الحين وقت نوم ولا لا. متى ما أحس بالتعب يبي ينام ينام. أنت الله يهداك بعد عسره شوية وياه، يهدي شوية الياهل يبي له حنية شوية. إن شاء الله. يلا يما، يلا علشان نكتب بعد الأسماء اللي حق عرس فيصل. الناس اللي بنعزمهم. إلا صدق خالتي المفروض نجهز الجناح اللي بيسكن فيه فيصل. هو هاي مجهز. هداش اللي سمعته والدور الثالث هو حقه. إيه جاهز يعني ما يبي له شيء. ألو ها زهرة. إيه يلا بتيين. يلا يلا حد أنا الحين بكتب الأسماء اللي نبي نعزمهم. إيه يلا يلا لا تبطين لا تبطين. أحاجيك ليتي على طول خلي لورا تيبك فوق عند هالة. يلا حبيبتي يلا مع السلامة. خالتي من صدقك قلت لي تي فوق؟ هو ليش لا؟ شوف صار شلون معفسة وأنا مهتملة خالتي ما يصير. ماكو شيء ما فيها شيء الصالة ومهتملة يا يما وش فيها يعني ترى زهرة حزبة أختي. ايش فيك الله يهداك؟ قومي بدلي انتي بسرعه تعالي ردي على ما نكتب الاسماء. يلا يسلم عمرك ان شاء الله. ان شاء الله ادري بعد ما نكتب عزايمك معازيمكم تسوي لنا سالفه انت ويا امك. يلا امي يلا يلا زتك هات ابطين ان شاء الله. ايه الاربعاء؟ ما عندي شيء. انت واعد باي مكان؟ انت طمش ونشوف هالناس. ايه بس تكفين الله يخليك لا تجيبين هالمنيره. ما عندها غير الهذرة على ريلها وعلى حمواتها. بتصير يده وهي للحين تهاوش معاهم. على خير. خلاص تم. مع السلامة. وأخيرا طلعتي من دارك. أنتي بفهم ليش مسوية بعمرك كذي؟ مولت على عصام وايد. أبي أشوفه. خاف إنه خلاص نساني. الظنى ما ينسى أمه ولا الأم تنسى بناها. أنا غلطت غلطة عمري لما تخليت عنه. المفروض أصرني يكون معي. ولدك وبتشوفينه وهذا حقك والحق ما حد يقدر يمنعك منه. بس مسألة إنه تاخذينه وتخلينه عندك ما أيدك بهالفكرة. خليه عند أبوه يدته يعابلون فيه شوية. بعدين أنت لا يكون عبالك أنا بخليك كذي. شنو يعني؟ ما فهمت. يعني بزوجك.
شنو؟ زوجيني أنا؟ إي أزوجك، أنت توك صغيرة وحلوة وألف من يتمناك. بس الحين الوقت تغير، أنا مطلقة وعندي ولد بحب. وإذا مطلقة يعني ولدك وعنده أبوه، بعدين المطلقة ما يصير تتزوج مرة ثانية؟ لا هو عيب ولا حرام؟ بعدين أنت تبين تتمين كذي لا بيت ولا ريل؟ كان عندي ريل وبيت وما عرفت أحافظ عليهم. أمول ترى الغلطة مو غلطتك، غلطة فواز. لا تحملين نفسك ذنب أنت ما سويتي، مو معناته طلعتي معاي مرة ولا مرتين يحق له إنه يتزوج عليك ويطلقك. أنا أقول انسي وشيلي من راسك، باكر زوجك اللي أحسن منه. مو مهم هالكلام يمه، المهم الحين أشوف عصام، اشتقت له وايد. بتشوفينه إن شاء الله، خليه يخوك ويدق على هالزفت فوازه ويجيب لك ولدك تشوفينه. يلا باي. بيم سجل الكلام اللي سمعته. ليش ساكتة ما تردين؟ أنت متزوجين واحد غيري ها؟ عشان كذي هديتيني. من متى تعرفيني؟ تحبينه ولا لا؟ من شكو؟ سالفي عدل وياي. أنت عارف ليش أنا هديتك؟ ما له داعي لف والدوران. بس من باب الذوق اللي أنت ما تعرفه. إيدك لا أكسرها. تراها خطبة أهل. ليش وافقتي؟ وليش ما أوافق؟ ريال ذوق محترم وأخلاق، ما يعرف يكذب وشهم وما يعرف يخون. عجبني وعجبته، أو معنى أصح وايد حبينا بعض، وايد لايقين على بعض. شوفي عاد هل من يوصلك وتعداك؟ أنا للحين أحبك وأبيك، وشفتي دبلتك هذي؟ أبيك قطين أبي خطيبك مثل ما قطيتي أبي، مفهوم؟ فاهمة؟ في أحد يتهجم على بنت بنص الشارع؟ سلام. هلا هلا. شنو هذا الجمال كله قاعد يقصص على طب؟ الله يصير هذا الحكي يا العيار. تفضلي، هذا الغداء وصل وهذه السلطه كاهي اجهزت. زين عيل بسرعه تكفي لاني ميت من اليوم من الصبح وما اكل شيء. وليش ما تريقت؟ والله لان في وحده مصي على وجهها راحت الكافتيريا حتى ما جابت لي مو صمونه قهوه ما جابت لي. لا وانت يعني محتاج عزيمه جانيت. انت تدري لو تطلب عيوني اعطيها لك، وقلبي دائما مفتوح لك. خير على عيونك، اموت على عيونك. شكرا. زين يلا بسرعه بسرعه يعان. حاضر ولا يهمك. احلى سلطه الحين بتاكلها، بتهد الاكل وتاكل السلطه. شمندر مع السلطه انا؟ ايه عجيب. شابك نحن ما تسوي لنا هالسوالف. انا اسوي والله مذبحتنا بالبيض. تبي تذوق؟ ايه. لا 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 لا، هالموضوع ما ينسكت عنه. لازم نوقفه عند حده لا يخرب زواجك. يما كلمي ابوي عشان يحل الموضوع. بصراحه انا استحي اكلمه. اكيد بكلمه، عباله بنات الناس لعبه. والله لو توصل للمخافر. لا يما انا مو اي مخافر، خلي ابوي يحل الموضوع قبل لا يوصل حق فيصل. ليش قاعد اسولف؟
الحين ادق على ابوك. الو. ام فهد، ام مشعل، ام داري، ام علي. اقول لك وداد. نعم. انت عازمه ام عبد الله؟ لا والله ماني عازمتها. اشوف يوم عرس ولدها ما عزمتني. وي يقولون حفلتك كانت محفوفه يا اختك. ويه الله يخليك، محفوفه. جات بس علي انا وانتي صارت محفوفه. الديره كلها راحوا حق عرسها. ابراهيم جبت لي خدامه كان اريح لي ويسامحك بسلمان. يا يمه يا حبيبي. لحظه حبيبي لحظه، كان جيت لك. يا امي يا اهل هالطويلاته بتامنينها مع خدامه؟ مو زين يا حبيبتي، مو زين. يا ربي صدق قلبها فضيخ هذه. شفته؟ زين شفته، شكلها تعبانه. لا اقول لك ليش ما لورا تساعدها؟ شو تساعد لورا؟ خلي تساعد نفسها اول، شلون تساعدها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا خالتي زهره، شلونك؟ منورتنا اليوم. يا هلا ومرحبا، شلونك انت؟ والله الحمد لله بخير. بس هالبرهوم ما شاء الله عليه عافسنا فوق تحت، لا مخلي لنا ليل ولا نهار نهار. يا يمه يا حبيبي، هذول اليهال ترى تربيتهم صعبه ما هي سهله. يلا يا زهره قومي 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 حبيبتي، قومي قومي، خلينا ننزل تحت نجهز القدا. وانت قدا، وانت اليوم معزومه ترى على القدا بعد، مالك عذر. تقولي لي ريلي ما ريلي، اليوم ريلك مو عندك. على حسب عاد شنو قداكم؟ وعشتم؟ اي عشتم عشتم. اللي بناكله بتاكلينه. يلا زين. صدق يمه ترى فيصل كلمني وقال لي بتغدى برا مع رفيجه. سالفه اخوك يا يمه. لا يتغدى بالبيت وينام برا وينام بالشاليه، ايش سالفته؟ خلي يمه خلي ياخذ راحته بالروحه والرده قبل لا تتزوج. ليش يعني بالله الزواج سجن؟ يا يمه خلي على راحته، يلا على اذنكم. خلي على راحته، ايش السالفه؟ قومي قومي يلا قومي قومي يلا. جنطتنا. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا حياك الله، شلونك يا ابو؟ الحمد لله. شلونك كريم؟ عساك طيب؟ الحمد لله بخير، شلونك وسام؟ تفضل حياك الله يسلمك. هاي الساعة المباركة. ساعتك أبرك يا ابو وسام. شلونك؟ طمني عنك. الحمد لله بخير الله يسلمك. ابو وسام أنا جايك بشكوى. بصراحة ما لقيت أحد ألجأ له غيرك بهالشكوى هذه. وأتمنى تاخذ كلامي محمل الجد وتتصرف تصرف اللازم. خير، عسى ما شر. الموضوع يتعلق بولدك بسام. ايش فيه بسام؟ رايح حق بنتي الدوام ومتهجم عليها قدام الله وخلقه وماسك ايدها ومسمعها كلام ما ينقال. يرضيك يا ابو بسام؟ ايش السبب عاد؟ تسالني شو السبب؟ اسال ولدك. ريم انخطبت والظاهر بسام للحين حاطها براسه. ما يصير ما يصير يا ابو بسام للحين يفكر بالبنت. الزواج قسمه ونصيب. بعدين خلاص البنت راحت لحال سبيلها. خلي يفهم ولدك هالشيء. بعدين احنا ما نبي البنت تضر، وما نبي احنا نضر احد ولا نأذي احد. ولا يهمك، ما يصير خاطرك الا طيب. وانا اوعدك ان بسام ما يتعرض لبنتك مره ثانيه دام انا موجود. وبنتك هي بنتي. واللي مرضى على بنتي اكيد مرضى على بنات الناس. لا تحاتي يا ابو ريم، ما راح يصير الا اللي تبيه. هذا العشان فيك. والله بصراحه مو بس الشوربه، الاكل كله لذيذ. ما شاء الله عليك طباخة. مو يقولون أقرب طريق لقلب الريال معدته؟ أنا قاعد أطبق هالمقولة. والله اللي قال هالمقولة ما تشذب. الله يعطي العافية، وإن جانا ميت الله يرحمه. تبي سلطة؟ أعطيني سلطة ليش لا؟ حاشا اللزانيا آخر الدنيا. أنا أبلك يا. صوتها. ايش فيك؟ منو قاعدك؟ بسام اخو امل. الو. هلا بسام. اي. امال تبي تشوف ولدها؟ اي ليش لا، بالعكس. هذا من حقها. واصلا عصام دائما يسال عنها. ماشي، شوف متى تبون تشوفونه وانا حاضر عشان اجيب لكم. اليوم الساعة 7. تم. بس ها الثمان ثمان ونص كذي ياخذه. الولد عنده مدرسه باكر لازم ينام مبكر. ماشي حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. شفيك تضايقت؟ مو توك تقول من حقها تشوف ولدها؟ ايه حقها. تضايقت على ولدي
انحرم من امه وهو صغير. وهي الله يهديها ويسامحها. سوت هذا كله عشان تقهر. بس هي الحين الحمد لله الحين قلبها على ولدها وبعدين مرتها له. صح. قولت شيء. كلامك يريح. حتى ردودك علي ايجابيه وحقانيه. حتى لو الموضوع يتعلق بامال ولدي. فواز ترى انا خذيتك وانت متزوج. ما كنت ابي اخرب بيتك انت ومرتك ترى. بس هذا اللي صار. مو كل الحريم يتقبلون انه يكون عندها شريك. بس كل واحد يسوي حسب يريحها. ما عليه، المهم خليك من هالسالفة. أكل يلا بابا أكل. طيب أعطيني معاك سباجيتي شوي. ما سويت لك مكبوستي ياي اليوم اللي يحبه قلبك. تكفى نقول حق منفر لا تحط عشوائي. إيش حطك على جنب؟ أنت ما تستحي. ايش هالسوات هذه؟ ايش حتى رايح حق البنيه؟ فشلتني قدام ابوها، ما قدرت احط عيني بعينه. بعدين تعال، البنيه راحت بحال سبيلها. انت شكو فيها؟ تتطلق، تتزوج، تملك، انت شكو؟ ما هي هذه حالها يا بسام، كله مفشلني، كله مسود وجهي، ما يصير يا بسام كذي، ما يصير هذه ما هي حاله. عدل كلام ابوك. يعني انا بفهم، انت ما عندك سالفه؟ ابنية ما تبيك، ليش رايح وراها ودال نفسك لها؟ يما أنا قايل لك من قبل إني للحين أحبها. حبتك القرادة، بس مو إن شفتك ثاني مرة موطوط صبري ومو هذه لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، مو ناقصنا إلا هالأشكال بعد تروح تشتكي علينا. بسام حبيبي، خلاص حاول تنساها. مرات لازم ننسى الناس اللي نحبها، خاصة إذا جرحونا وفضلوا الغير علينا. ما تحكي، ايش فيك ساكت؟ آمال ترى كلمت فواز وبيجيب لك ولدك اليوم الساعة 7 وقال لي لا تطولين معاه لأنه باكر وراه مدرسة. صدق؟ احلف. يلا كل معسى ما حاكيته كلمتين إلا مشى وخلاني. الحمد لله يا رب، أخيرا راح أشوف عصام. الحمد لله الحمد لله. معي؟ منو هالريال اللي واقفة معها برا؟ هذا أخو رفيجتي يمه، كانت ماخذة مني دفتر العربي عشان تنقل منه وهو وصل لي، يعني ما قصر. زين وش دراك إنه وصل عند البيت؟ وليش أنت اللي طالعت له؟ وين السايق؟ وين روضة؟ الخدامة كانت قاعدة تساعد ديدة بطلبات الورق عنب، بعدين رفيجتي وايد دقت علي، إن شاء الله ما أنطر برا. مو عيب ريال غريب واقفة معاه برا، تضحكين وتتقشمرين؟ هو حسبة أخوي، بعدين يما الريال متعني جايب لي الدفتر، إن شاء الله ما أنفس بويها، أكيد بضحك بجاملة. سانج هالطول، أهو قدامي يلا، قدامي داخل. يما ترى تأخرتي، نسيتي إن منى عندها امتحان علوم باكر؟ وي راح عن بالي، امشي امشي، امشي خليها الحق عليها.
أنا لازم ألقى لي شيء عدل ألبسه لما أروح أسلم سيارتي، ولازم أدش أشكر موسى عبد الرزاق بنفسي. لازم أتعامل معه بطريقة مدروسة، وشوي شوي أوصل للي أبيه. أنا ذكية وبالي طويل، واللي أبيه هالمرة لازم أوصل له. وانتو كلها فترة قصيرة إن شاء الله بقيتكم كلكم لما أصير حرام موسى عبد الرزاق، ما راح ألبس إلا الماركات ومن أكشخ وأرقى المحلات. هالخلاجين هذه ما راح تناسبني أبداً. أقول لك عصام نبي أغراض من الجمعية دز عبد الحميد يجيبهم. إن شاء الله يبقى. بس يما بس صدعتي روسنا وانتي رايحة رادة رايحة رادة، خلاص اهدي. يما شو أسوي؟ والهانة على ولدي وايد وأبي أشوفه، ما فيني أصبر. وانتي يا بنتي إيش حق مسوي بروحك كذي؟ ترى الولد ما له ذنب كل اللي صار. كان المفروض تجيبينه من زمان، ما تنطرين هالمدة كلها عشان تشوفين هالمسكين. هذا وقته؟ هذا وقت تقول لها هالكلام؟ ترى بنتك من الصدمة اللي فيها سوت كذي، وهم ولد أخوك ما قصر فيها. إيه ما كنت أنت اللي حنيتي عليها وخليتيها تقطع على أبوه يدته الثانية. وخلاص عاد اللي صار صار. تعالي. عاد أقول لك ما خليت أحد ما عزمته، بس ها حصرت معازيمنا كلهم، ما عزمت الأولي والتالي، قلت بعد فشلة يا ربي إذا عزمت أنا كل الناس ترسوا الصالة كلها تراس، وأهل ريملايا ومعازيمهم وين يقعدون؟ أو من أحاكي أنا؟ شفيك ساكت؟ شفيك طاقك عقر بقر؟ يما لازم تفكرين بهالزواج هذا، ترى اللي بيصير غلطة كبيرة بحقي وبحق ريم. يما ولي سلمك الله بسمه ما يرضى باللي قاعد تسوينه. انت عارفة قلبي مع منه، ليش تبي تزوجيني ريم قصبا علي؟ ترى انا بعيش معها مغصوب، ايش كثر بتحمل؟ شهر شهرين ثلاثة لين متى؟ ما احبها ما احبها، ليش تجبريني على شيء انا ما ابي؟ راح تظلميني وتظلميني. شوف يا فيصل، أنا ما عندي حشوة ثانية بعد، هي حشوة واحدة قلتها لك، إن ما خذيت ريم لا أنت ولدي ولا أنا أمك، تفهم؟ لا أنت ولدي ولا أنا أمك، حتى قبري لا توقف عليه، عزاي لا تأخذه، هذا أنا قلت. أنا أدري إنك زعلانة ومتضايق، ما ألومك أختك، زعلها من زعلكم وضيقتها من ضيقتكم. يا ريتك ضايقتها بس يا فواز، انذبحتها مو بس ضايقتها. بسام أنت عبالك أنا لما ذبحتها أنا ما انذبحت، أنا ما انكسرت، لا أنا انذبحت أكثر منها. أمال بنت عمي
ما ابي منها شيء، اقصى طموحي معاها انها تحبني وتهتم فيني. حركتها بيها تدير بالها علي وعلى ولدها وعلى بيتها، ما كان في اهتمام نهائيا. اهم شيء عندها امها، اي شيء بعد عمتي سناء مو مهم بحياتها، ما له اولويه عندها. انا لما تزوجت كان على بالي اني راح احل مشكله الاهتمام، ما كنت ادري ان انا سويت مشكله اكبر. انا كنت بعاقب امالي خسرتها. انا خسرت امالي بس. يعني تبي تقول انك كنت قاعد تعاقبها بسبب زواجك عليها؟ ما قاعد تقصدها كذي فواز. قرار مثل هذا كان لازم تفكر فيه ألف مره قبل ما تقدم عليه. فواز انت غلط بحق امال وانهدم بيتك بسبب هالغلطه. بس ماني قادر اني مرات تصرف تصرفات مو محسوبه. تصرفات ما فكرنا فيها لما سويناها. تصرفات تخرب حياتنا. خلينا نخسر اللي نحبهم ما نقدر نسترجعهم مره ثانيه. ماما. يا حبيبي. ماما وصلك انت مسافرة؟ ايه كنت مسافرة. أول ما رديت البيت قلت حق بابا يبكني. ليش احنا قاعدين هوني؟ شوف حبيبي، في وايد أشياء صارت أنا ما أقدر أفهمك الحين، بعدين أقول لك إياها. بس أنا وبابا خلاص ما راح نقدر نعيش مع بعض في بيت واحد. وأنا حعيش مني على طول؟ أنت وين تبي؟ أبي داري اللي ببيتنا بعيش معاك أنت وأبوي.